السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس عبير سمير. أهلا بكل أعضاء الصفحة والجروب التعليمي على الفيس تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير، وكمان مشتركي قناة اليوتيوب فور فري، قناة عشاق الساينس. النهاردة هتقابل معاكم تاني مع كل طلابي وطالباتي حبايبي طلبة سنة تانية ابتدائي عشان أكمل لكم شرح دروس منهج ديسكفر الخاصة بالساينس اللي معانا في منهج ديسكفر سنة تانية الترم الأول. الفيديوهات يا جماعة زي ما اتفقت كده أو زي ما هقول لكم منزلها لكم بالترتيب، يعني كاتبة على كل اسم فيديو هعمل لكم قائمة تشغيل خاصة بيها. بالفعل هيكون النهاردة في قائمة تشغيل خاصة بفيديوهات ديسكفر سنة تانية بإذن الله لوحدها في بلاي ليست أو في قائمة تشغيل على قناة اليوتيوب عشاق الساينس، فيها الفيديوهات مرتبة ورا بعض وباسم الفيديو. يعني الفيديو هيكون اسمه منهج ديسكفر سنه تانيه، الفيديو اللي فات اسمه الفيديو الاول مع عبير سمير، النهارده هيبقى اسمه الفيديو الثاني، وهكذا بترتيب او بترقيم الفيديوهات علشان تقدروا توصلوا للفيديوهات بكل سهوله وبترتيب الدروس. المره اللي فاتت كنت اتكلمت معاكم طبعا عن اول جزء كده واول فكره عندي مهمه فيه منهج ديسكفر سنه تانيه وخاصه بالساينس، اللي هي بتتكلم عن الهيومن لايف سايكل ودوره حياه الانسان، وقلنا المراحل اللي بيمر بيها، وكمان شرحنا مجموعه الاكسرسايزز او التدريبات اللي عملتها على الليسون ده، ويبقى سهل على طالب سنه تانيه يعرف يحلها بناء على فهمه للدرس. واللي ما شافش الفيديو ده هتقدر تشوفه هنا على قناه اليوتيوب عشاق الساينس، هتدخل على قائمه بلاي ليست أو قوائم التشغيل، يعني ما تخشوا على القناة هتلاقوا كلمة الفيديوهات وجنبها قوائم التشغيل. لو عندك بالإنجليش هتلاقيها فيديوز وجنبها بلاي ليست. هتدخلوا على القائمة الخاصة بديسكفر سنة تانية وهتلاقوا مكتوب شرح ديسكفر أو منهج ديسكفر سنة تانية الفيديو الأول مع عبير سمير. النهاردة الفيديو الثاني هيكون شرح الفكرة الثانية اللي جاية برضو في لسون 1 من شابتر 2، يبقى أنا في شابتر 2 المحور الثاني في لسون 1 اللي هو Growing Family، دي الفكرة الثانية بتاعة البيبي بيرد. احنا اتكلمنا الفيديو اللي فات عن أول فكرة حياة الإنسان، ولما أتولد كان بيبي طفل رضيع ويكبر بعد شوية يبقى اسمه إيه، والاختلافات سواء في الصور أو في الصفات اللي بيكتسبها كل مرحلة. دلوقتي هنتكلم عن البيبي بيرد. المفروض أنا قدامي دلوقتي أربع صور، والمطلوب إن أنا أعلم الطالب أو الطفل ده إن أنت كلايك تيلينج أستوري، كأنك أنت اللي بتحكي لي الحدوتة، احكي لي القصة. تعال نشوف مع بعض، حتى لو مش بيعرف يقرأ قوي كلمات الإنجليش بمساعدة بابا وماما نقرأ له الجمل ونبدأ كده نخليه، يعني أنت بقى رتبها لي، قولي ترتيبها يبقى منين لفين، يا ترى إيه الحاجة الحدث اللي المفروض يحصل الأول، أنت اللي تعمل السيناريو كأنك بتألف لي كده القصة دي هتحكيها لي، قولي إيه اللي بيحصل قبل إيه. فببدأ في أول سنتنس أو في أول جملة عندي بلاقي مكتوب إيه؟ مكتوب the mother bird، the mother bird اللي هي العصفورة الأم اللي احنا شايفينها في الصورة الأولانية دي بتعمل ايه؟ build its nest، build its nest، بتبدأ انها تبني العش بتاعها. طب هي هتبني العش ليه؟ علشان البيبيز الكتاكيت بتوعها كده أطفالها الصغننين يلاقوا مكان يعيشوا فيه، أو تجيب الأكس بتاعها لما لاي أكس أو تضع البيض بتاعها تلاقي مكان آمن تقدر تحط فيه الأجز أو البيض بتاعها، اللي هو هيحصل له هاتش هيتكسر وهيفقس ويطلع الكتاكيت البيبز بتاعة البيرد دي. يبقى أول حاجة إن المذر بيرد بيلد اتس نست، بيلد اتس نست، بتبني العش. نيجي نشوف الصورة التانية بتقول لنا إيه. الصورة التانية هنا بتقول لي إن المذر بيرد سيتس أون، طبعا سيت يجلس، sits on the eggs to warm them، هي بترقد على الايج او بترقد على البيض بتاعها to warm them عشان يتدفى، تدفيه، تدفيه بمعنى ان هي ايه بتهيئ له كده الظروف المناسبه عشان الايج ده يكتمل ويبدا بقى البيبي اللي جواه كده يكتمل وجرو وينمو عشان يكبر ويفقس ويطلع الكتكوت الصغير بتاع البيرد دي. نيجي بعد كده في الصورة الثالثة نشوف كده بتقول لنا ايه برضو. الصورة دي بتقول لي ايه بقى؟ بتقول لي ان المذر بيرد العصفورة الام دي مالها؟
takes care of the ex. Takes care يعني لازم أعرفه المفهوم ده، إن take care يعتني بيه أو يهتم بيه، فهي بتهتم، جابت الإكس بتاعها أو البيض بتاعها، عملت بيض أو وضعت البيض لي إكس، فتبدأ بقى إن هي إيه؟ تعتني بيه، ترعاه، تخلي بالها منه زي ما ماما كده بتخلي بالها من أطفالها. ده نفس الكلام. الصورة الرابعة هنا بتتكلم عن إيه؟ بتقول زي ما احنا شايفين كده، صورة البيبي بيرد أو العصفورة الأم جايبة في بقها أو في المنقار بتاعها في البيك، جايبة فود، جايبة الأكل زي ما احنا شايفين كده في الصورة. هتجيبه لمين؟ هتجيبه للبيبيز، لأطفالها الصغننين. فنبدأ كده نقول له طب تعالى رتب لنا. طبعا أنا حطاها هنا في الشيت بالترتيب. يبدأ هو طبعا في كتاب ديسكفر متلخبطة مش مترتبها. هبدأ بقى نقول يا ترى مين بيحصل قبل مين؟ أكيد مثلا الأول، قبل ما البيرد بتجيب الإكس أو بتضع البيض بتاعها اللي هيبقى فيه صغارها الكتاكيت البيبز، لازم توفر لهم مكان يكونوا فيه. فعلشان كده أول حاجة بتعملها إن هي build nest، بتبني العش، بتوفر المكان. بعد كده لاي الاكس بقى، بتجيب البيض ده بتضعه، وبعدين sit on them يعني بترقد عليهم كده علشان تدفيهم، علشان خاطر ايه؟ الكتاكيت اللي جوه تنمو وتكبر. نيجي بعد كده جابت الاج، خلاص بتبدأ تيك كير. طبعا البيض مش هيفقس ويحصل له هاتش على طول اول ما تجيبه، لا بيقعد شويه، فتبدأ في الفتره دي تعتني وتهتم وترعاه، تيك كير اوف ذا اكس. بعد كده الإج حصل لها هاتش، فقست، اتكسرت كده، فيبدأ بقى الكتكوت الصغنون الايه البيبس تطلع. فالبيرد دي المذر بيرد بقى تعمل ايه؟ عايزه تاكلهم عشان يعيشوا ويكبروا، تو ليف اند جرو، فبتبدأ تجيب لهم الفود، جيت ذا فود تو اتس بيبس، تجيب الاكل لمين؟ لاطفالها لايه؟ الكتاكيت الصغنين بتوعها. نيجي بعد ما خلصنا الفكرة دي نخش للفكرة الثالثة المرتبطة بها برضو في نفس ليسون 1 في تشابتر 2، اللي اسمه comparing a life cycle. اسمه ايه تاني مع بعض؟ اسمه compare. compare يعني ايه يا ولاد؟ يعني انا بقارن، بقارن، بقول ايه السيميلاريتيز وايه الديفرنسز، يعني ايه الحاجات المتشابهة وايه الحاجات المختلفة. فببدأ اعمل compare between مين ومين؟ بين الهيومن، الإنسان زي ما درسناه في الفيديو الأولاني اللي فات، وما بين البيرد بقى الطائر أو العصفور اللي درسناه في فيديو النهاردة. وفي حاجة كده خانة في النص أنا مسميها إيه؟ بوث. بوث يعني الاتنين بقى، الاتنين مع بعض فيهم حاجات similarities between them أو أوجه تشابه، حاجات متشابهين فيه. طبعا شكل الهيومن أو الإنسان مختلف عن شكل البيرد، البادي بارتس أعضاء جسمه أو أجزاء جسمه مختلفة عن شكل البيرد. الإنسان مثلا أجي أتكلم كده عن الديفرنسز الأول أو أوجه الاختلاف، هلاقي إن الهيومن أو الإنسان ووك بيمشي، هلاقيه هاف أرمز ليه أذرع دراعات، هلاقيه ليفين هوم بيعيش في البيت. طب ما تعالوا نشوف كده البيرد ليها نفس الحاجات دي ولا مختلفة. يعني أنا قلت إن الهيومن ووكينج بيمشي، هي البيرد بتمشي بس على طول ولا بتطير؟ بتطير، يبقى فلاينج، بتطير في الهواء. لكن الهيومن الانسان كانت فلاي، ما بيعرفش يطير، لكن مين اللي كان فلاي وبتقدر تطير؟ البيرد. اجي اتكلم، مش الانسان ده قلنا هاف ارمز، عنده الاذرع الدراعات بتاعته، هي عندها دراعات؟ لا، ده عندها جناحات بتطير بيها، فالجناحات دي اسمها وينجز. وينجز قلنا الهيومن او الانسان ليف ان هوم، بيعيش في البيت زي الشقه اللي انت عايش فيها مع بابا وماما واخواتك. لكن هي العصفوره بتعيش في شقه؟ في بيت؟ لا، في العش اللي بنيته زي ما شفنا في الحدوته، يبقى ليف ان نست، نست بتعيش في العش بتاعها. انا كده بدات ان انا فهمت الديفرنسز او اوجه الاختلاف، الحاجات اللي مختلف فيها الانسان الهيومن عن البيرد الطيور. طب نبدأ نتكلم عن مين دلوقتي؟ عن السيميلاريتيز. الاتنين تفتكر شبه بعض في ايه؟ هقول ان الاتنين بيكبروا، يعني الانسان ده ما كانش كبير كده اول ما اتولد، ده كان بيبي وقعد يكبر 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 لغايه اما كبر كده بقى مثلا التينيجر اللي شايفينه، وبعد كده الادلت البالغ قد بابا وماما وهكذا.
لكن البرد العصفورة دي لا، احنا قلنا كانت بيبي صغنونة الكتكوت وكبر شوية، يعني هو كان البيضة الأول، بعد كده حصل لها هاتش وفقست فجابت الكتكوت، البيبي كبر شوية يبقى قد المذر بيرد. فالاتنين متشابهين في ايه؟ في ان هما grow up، grow up بيكبروا. وحاجة تانية need food، need food يعني بيحتاجوا الغذاء، بيحتاجوا ياكلوا to live and grow عشان يعيشوا وعشان يكبروا، سواء الهيومن او البيرد، الانسان او الطيور محتاجين ياكلوا عشان يقدروا يكبروا وعشان كمان يقدروا يعيشوا. طب بعد ما اتعلمنا الحاجات دي كلها، نبدأ ايه شكل الاكسرسايز مثلا اللي حطيته هنا في المنظمة؟ test yourself، ان ابدأ اقول له شايف بقى الجدول ده، التيبل ده، وطبعا الفكرتين اللي درسناهم فوق نرجع لهم، الهيومن والبيرد لايف سايكل. ابدا اقول بقى يلا اول سؤال مثلا، تعالوا نشوفه سوا. هيومن ليفز ان، هيومن الانسان ليفز ان عايش فين؟ احنا قلنا يلا فوق في الجدول عايش فين، في الهوم او في البيت، فهبدا اكتب كلمه هوم. طبعا ده في التدريبات طبعا الخاصه بالانجلش، ان هما بياخدوا بالكلمات دي كلها كتابه ونتدرب عليها واحده واحده عشان لما يجي لي السؤال ده ابقى عارفه احله. تمام، نيجي بعد كده سؤال تاني يقول لي بيرد ليفز ان، طب والعصفوره بتعيش في الشقه برضو في الهوم في البيت؟ لا، ده بتعيش في النست اللي هو العش. نيجي على السؤال التاني، question number two، human and bird، human and bird are similar in، هما الاتنين شبه بعض في ايه؟ قلنا في الجزء ده الاتنين need food، بيحتاجوا ياكلوا ويتغذوا عشان يكبروا ويعيشوا، و grow up ما بيتولدوش يبقوا كده وبعد كده شكرا، ما يكبروش عن كده، لا دول grow up بيكبروا وبينموا وشكلهم بيتغير. number three، human differ from bird، الهيومن الانسان والبيرد الطائر. يا ترى differ جايه من كلمه different، مختلفين عن بعض في ايه؟ ممكن اقول اي بقى، هو طالب هنا طبعا انا طالبه لكم اتنين، ممكن نكتب اي حاجه من الثلاثه. ممكن اقول مثلا ان هو have arms، عنده دراعات، اذرع، لكن البيرد have wings. انه طبعا هو بيقول لي الهيومن differ، الانسان مختلف في ايه عن البيرد؟ هقول ان هو have arms، عنده الاذرع، وليف ان هوم، عايش في البيت. اخر question هنا number four، human and bird need، الهيومن والبيرد الاتنين need، need يعني بيحتاجوا، احنا اتفقنا ان هما محتاجين ايه؟ محتاجين ياكلوا، يبقى محتاجين food، الغذاء او الاكل، قلنا to live and grow عشان يقدروا يكبروا ويقدروا كمان يعيشوا. طيب خلصنا كمان الفكرة دي اللي هي فكرة الكومبيرينج او نقارن ما بين الهيومن وما بين البيرد. نخش على حاجة أو مجموعة أسئلة كإكسرسايز أو كتمرين أو تدريب على اللي خدناها من شوية لما خدنا حدوتة المذر بيرد وخلينا يحكي القصة. فنبدأ كده في أول سؤال سوا، إيه؟ تعالوا نشوفه سوا بيقول إيه أول سؤال ده. أول حاجة بقول what do birds feed، هتأكل هتطعم their babies، هي المذر بيرد في الحدوتة العصفورة الأم الكبيرة كانت feed their babies، بتأكل ولادها إيه يا ترى؟ هتجيب لهم bug اللي هي البقة، نوع من أنواع طبعا الحشرات أو الديدان كده، ولا هتجيب لهم elephant فيل ياكلوه، ولا تجيب لهم lion أسد؟ طبعا ولا هتجيب lion ولا هتجيب elephant، يبقى دي هتبقى إجابة غلط، دي ما تنفعش ودي ما تنفعش، يبقى هتجيب لهم البقس اللي هي الديدان دي عشان ياكلوا او البق ده. نيجي في الكويستشن الثاني او السؤال الثاني بيقول لي ايه بقى، how do birds، نمشي تاني السؤال سوا، how do birds carry food to their babies. كلمة carry اللي بشاور عليها دلوقتي، carry يعني يحمل، ازاي العصفورة الأم المذر بيرد هي جابت بقى البج ده الفود اللي هتأكله للبيبيز لأطفالها الكتاكيت الصغيرة، تشيلهم ازاي؟ تشيل الفود ده ازاي؟ carry ده فود ازاي؟ يا ترى هتشيله على ظهرها on its back، ولا in its wing على جناحها، ولا ان اتس بيك هتمسكه بمنقارها، مش الانسان الهيومن عنده ماوث فم،
لا دي بقى عندها بيك منقار، وده على فكرة من أوجه الديفرنسز أو الاختلافات اللي ما بين الهيومن والبيرد. فطبعا هيقول لي لا مش هتشيل الأكل على ظهرها ومش هتشيله على جناحها، لكن هتعمل إيه بقى فيه؟ أكيد إن إيتس بيك، هتاخده كده تلقطه بيك إت أب، أو هتلقطه بالبيك بتاعها أو بالمنقار بتاعها. نيجي في السؤال الثالث، نشوف مع بعض كده السؤال الثالث بتاعنا بيقول ايه. How do birds reach food? How do birds reach food? البيرد العصفورة، how يعني كيف، اديني الوسيلة، ازاي reach food، ازاي هتوصل الأكل لأطفالها بقى يا ترى؟ يا ترى بقى هتاخد الاكل ده البج وعشان توصله للبيبيز الكتاكيت بتاعتها درايف اكار، هتسوق العربيه وتركبها، ولا فلاي ان اير هتطير في الهواء، ولا رايد ا بايسكل تركب بقى البايسكل؟ اكيد ولا هتركب بايسكل ولا درايف اكار، يبقى دي برضو ما تنفعش معانا ودي ما تنفعش معانا. يبقى ايه الحل الصح هنا يا اولاد؟ الصح بتاعنا ان هي فلاي ان اير، فلاي ان اير هتطير في الهواء وهي شكل شايله الاكل بتاعها. يبقى انا كده علمته ان الفود بتاع البيرد بيبي بيكون اسمه بج، علمته ان المفروض ان البيرد لما بتجيب الفود ده بتلقطه وبتاخده وبتكاري ات او بتشيله، بتشيله بايه؟ بتشيله بمنقارها، منقارها اللي هو اسمه بيك زي الصوره اللي احنا شايفينها فوق. نيجي بعد كده، طب هي خدت الاكل الفود اهو، ازاي ريتش الفود هتوصل الاكل لاطفالها؟ اكيد فلاي ان اير او هتطير في الهواء. من هنا نوصل للفكره اللي بعد دي اللي مرتبطه برضو بيها، ان انا بتكلم بقى عن البيردز بودي. بيردز بودي يعني يلا بقى نتكلم عن جسم العصفوره، اجزاء جسمه. عايزه اعرف اني لما اشاور على الاثنين دول، انا عارفه ان دول اسمهم اي، دول اسمهم الواحده اي، العين الواحده، لكن العينين مع بعض ايس، زي عينين الانسان برضو ايس. لكن هنا قلنا الانسان عنده ماوث فم، لكن العصفوره عندها منقار، المنقار ده اسمه بيك، اسمه بيك. الرجل بتاعتها اسمها ليج، ليج. الحوافر او الصوابع اللي طالعه دي كلو، كلو. الجناح وينج، وينج. وهيجي لنا درس بعد شوية هناخده في فيديو جديد بإذن الله، هيبقى هو عبارة عن ستوري أو قصة كده اسمها الجولدن ايجل، والمفروض ان هيبقى مطلوب مننا ان احنا ماتش ذا بودي بيرد بارتس، او هبدأ اشوف كل جزء الصورة موجودة، يعني هوريه لكم اهو معايا في الشيت، نبدأ ان احنا نشوف كل حتة في جسم الجولدن ايجل ده وابدا اوصلها باسمها، ونقعد نفكر يا ترى الحته دي عشان يعمل بيها ايه، ايه الامبورتنس او الفانكشن. طب هو الحته دي في جسمه، في جسم البيرد، يا ترى هيعمل بيها ايه؟ وهناخد طبعا الفايف سنسز، وهناخد بقيه الافكار اللي منهج في منهج ديسكفر ان شاء الله باذن الله. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتوا منه كويس جدا وتعلمتوا منه الافكار الجديده اللي معانا في منهج الديسكفر سنه ثانيه ابتدائي الفيرست تيرم الخاصه بالساينس. وطبعا زي ما قلت لكم لينك الملزمه او لينك الشيت هيكون تحت الفيديو في قناه اليوتيوب اللي اسمها اهو عشاء الساينس، وكمان تقدروا تنضموا لجروب الفيس وصفحه الفيس التعليميه اللي اسمهم بنفس الاسم، تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير. ما تنسوش في الاخر تعملوا لي لايك، وكمان تكتبوا لي ارائكم فيه وتعليقاتكم وأسئلتكم في تعليق تحت الفيديو في قناة اليوتيوب، قناة عشاء الساينس، قناتي وقناتكم. وإن شاء الله بإذن الله يكون الفيديو يا جماعة عجبكم، وتعملوا له شير علشان خاطر تقول كل أصحابكم يتابعوا على قناة اليوتيوب عشاء الساينس، أحلى وأقوى بإذن الله وأسهل شرح ديسكفر لسنة تانية ابتدائي. مع السلامة، مع تحيات ميس عبير سمير.